سيدي السلام عليكم. نستنى شوية العباد يتلموا، بعد شوية إن شاء الله مش يدخلوا معنا اسكندر، أكيد 5 دقائق قليل. اليوم أول لايف نعملوه إن شاء الله. من هنا يمكن نحاولوا كتجربة، بخصوص إننا قاعدين مانيش نخدموا توا، قاعدين شادين الدواء، نحاولوا زون ميكس توا نقلناها من راديو للإنستغرام، نحاولوا نتفاعلوا شوية مع العصر والحاجات اللي قاعدة تصير في البريود هذه. قلنا علاش لا نجرب ونعملوا حاجة هكا، إن شاء الله تنال إعجابكم. غدوة باش يكون معانا علي عبد الرجي، محمد علي برمضان، ثم نهار غدوة شكون آخر موجود؟ محمد الزريبي، العدد الكل، مرحبا بكم. حاصل بون، نطلب من اسكندر يدخل، ما يعرفش كان يتفرج فينا. ما عرفش تنجم تحطوا شكون تحبوا يكون موجود في الحصص القادمة إن شاء الله، في اللايفات القادمة. خلينا نقول بون، تشوف الحالة، مانيش قاعدين نخرج وقاعدين شادين الدار، اللحية هايجة والشعار داخل بعضه. المفيد هو الكونتوني ان شاء الله باش نقدمه لكم. مرحبا بكم الناس الكل ان شاء الله. تعديو، خلينا نقولوا لايف ممتع ان شاء الله، نحاول نكونوا اكبر عدد موجود معنا اليوم. بون، انا قلت له 5 دقائق، لحد الان دقيقتين ان شاء الله شوية آخر باش يكون موجود معنا اسكندر العبيدي، لاعب النادي الافريقي. تنجمو تخليو اسئلتكم، اكيد لاعب شاب عطى مردود كبير اسكندر الموسم هذا بعد التحاق بالاكابر، خصوصا هو عنده 4 سنين في الاكابر، لكن الموسم هذا عمل مردود كبير نخليه يفك مكانه. نسيم، تحية ليك، كيف كيف. يعطيك الصحة أشرف. دونك نحاول كل مرة نقدمه، وانتوما ميسالش تخليونا لي كومنتير نتاعكم شكون تحبوا نجيبوا، كيف كيف تخليو الأسئلة الإسكندر اللي تحبوا تطرحوهم عليه. أكيد لاعب شاب مواليد سنة 99، مازال 21 عام، وفك مكانه في الكلوب أفريكان. ظهر الناس كل تعرف الكلوب سبيسيال شوية، ما هيش كيما الجماهير الآخرين، صعيبة شوية باش تفك بلاستيك في الكلوب، خاصة الضغط الجماهيري الكبير. ملاعبية كبار ما نجحوش في الكلوب، لكن اسكندر إلى حد الآن قاعد يقدم بخطة ثابتة باش يفك بلاستو إن شاء الله في النادي الأفريقي. على كل، نستنى اسكندر باش يكون موجود معانا بعد شوية. قاعد نقرا في الكومنتريات، غالين الشعليلي، عاطف التخيلي، ان شاء الله ان شاء الله يكونوا بحضرين ان شاء الله الايام القادمه. دونك تفهمت انه 5 دقائق، مازال دقيقه ان شاء الله يكون بحضرين اسكندر. بون، هاو دخل توا يعمل دوموند ويكون بحضرين لاعب النادي الافريقي، اللاعب الشاب اسكندر العبيدي. ادخل اسكندر، ادخل. عاش كنت تسمع فيا، اعمل دوموند وادخل اسكندر. تري بيان. خويا تحياتي، وينك خويا؟ شنو هايلك؟ شنو هي الامور؟ الحمد لله، لاباس. وينك انت؟ زو العباد تسأل عليك، طلعت انا ما عجبهمش، فهموها وينو اسكندر، وينو اسكندر. يعني كهو
انا هون ايش نوع هيك في الدار وبعد نصور ها؟ ناخذ ساعات نترين البيت نركب في الدار ايش نعمل اون طبعا مو ستي كيفاش هون مرة ستي في سيف مرة ولا مرتين في النهار؟ سا ديبون انا والبروجرام عندي نهار طب بركة نهار مرتين في مرتين دو بالسيونس الباقي الكل كل يوم فوتينغ صباح باقي رونفورسمون في الدار وحدي فهمت وتنسق وتنسق مع اكيد ستاف تكنيك على والكل البريبارس صح في الفيزيك بتاعنا هاي بتبيع سيس قرات فهمتك اي دونك او تخرج ابار هذا ولا تقضي قضيات ولا في الدار وكاو ليه مش انا نقضي في الدار عندي بابا يخرج شنو هو الدلول معناها هذاك تتفرجوا برا ها اي انا هو صح انا عليك ذاك صح عليك اي اش تعمل اه كيفاش تعدينا هاي باراسبور ابار سبور بخلاف سبورت اش تعمل تفرج سيريات افلام نتفليكس متزلين كيفاش سيريات نتفليكس ديجا سكرتها اليوم والبلاي نلعب بلاي شفتش تفرج اخر تفرج في الكازا ولا مازلت نتفرج في نهار في نهار وكمل انا في نهاري يعني شنو اخر تفرجت فيه اخر ما تو نتفرج في 12 مانكيز تفرجت في فيزافي هذا الاخرانيين تفرجت فيه انا جوثام في البريود هذه كملته تفرجت في تفرجت في إليت من عاش كان شفتها وباور تفرجت نفرج فيها طبعا فرش فيه إليت كملته سيريت هذوكم بتاع إليت و 13 ريزن واي هذوكم الكل كملتهم عندي مدة اما الكل خايب خلص ياسر ما هوش جوي في برشا ريق واحد تنجم تقول عادي تفرجوا كهو هاي يا سيدي نحكي شوية كورة احكي لنا احكي كيفاش نحكي بديت اسكندريه اكيد 21 عام طبعا من عام 99 21 كبرنا عام بالضبط تغلقهم في ميل ايه كبرنا لا لا مازلت صغير باهي قول لي يا سيدي كيفاش بديت في الكلوب ولا مش في الكلوب بديت بديت في الكلية بديت في حومتي في حي تظاهر من هنا في جمعية حي تظاهر وكيكا يعني كغرام تاع والد مش مني يعني يعني الغرام انا كنت قلت لك دلول كنت نقرا على روحي ديما نجي الاول من الدار للمكتب مكتب للدار كنت دونك قراي معناها وما زلت كنت قرا كنت جي الاول ما انا زلت تقرا يا اخي لا لا سي بون كملت حتى لوين وصلت باك نجحت للباك نجحت وعارف من التروزيام للباك نجحت من التروزيام للباك بتريز مويا وعملت الباك ما مشيتش يا نعمل معلم وعارف ما كملتش عملت الباك والله ظروف تضربت في الكورة بطلت كل شيء قعدت في الدار عديت عامين بلونش في الكورة وقراي زوز ما بالعكس كنت انت كنت موتيفاسيون باش تقرا كنت تفلتو انك بلاسي لا لا بالعكس انا ما كنتش لي نعملهم زوز باراليل يا ما نجمش ما نجمش نمشي فهمت نقرا نبدا نخمم في لونترينمون نمشي لونترينمون نبدا نخمم في القرايه وليت قعدت نحيكم الزوز ما هيك خممتش بعد باش ترجع ما بحكم وقت ووقت هنا 18 سنه ترينا سينيور يعني عملت الباك الاولاني بتاعي 18 سنه وانا ترينا وقت سينيور ترينا كل يوم في رادس من حيث ضم الرادس نترينا ما ساعتين نخرج من الدار نص نهار مش نقرا شطار النهار ماكش كل يوم كل موتوريزي يوم ما تلقاش وقت ماكش اخترت موتوريزي حاجة وقتها ان شاء الله كيفاه لا لا مانيش ما موتوريزي انا عندكش التو كهرباء مانيش موتوريزي تحكي بجدك ما عندكش كهرباء كيفاش تعمل لا لا الدنيا المغرب كهربا كهربا ايه يا كهربا خويا ما تغيب فيها ما لا فاهم فيك لاباس لاباس الحمد لله شنو هي لامبورجيني ولا شنو ها شنو كلاس ها يا اخويا صح وشكون تعرف ما هي شكون عنده احسن كهرباء في الكلوب شو مدخلنا ربي يزيد اللي عنده ربي يزيد يا ولدي شو مدخلنا باي احنا باي كمل لي كمل قلت لي بديت في خايبين حياة نظام الصراحة يعني قلت لك بديت بغرام الوالد الوالد مغروم بالكورة هكاك عادي يهزني نتران في حي تظام بحكم انا بابا عساس في استاد حي تظام يعني بابا يخدم في استاد بابا اللي جاي يعني منه للكورة نمشي معاه هكا بشوية في يوم من ما كورنا كنت الكلوب انا وقتها في حي تظام نلعب مع اللي اكبر مني يعني جينيراسيون 96 97 وانا 99 قد عمرك وقتها؟ 9 سنين 9 سنين وعندي ليسونس بنجاما هكا
بشوية كورنا عملت جت ماتش كام؟ ليه 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 ولا ليه، كنت مهاجم فاشل مانيش مكلاتا كوني بالظبط. قبل ما كنت ماركي 9 بونتوات في ماتش كنت ايه مهاجم فاشل لازم تريح اخوي. سيزون كي ولا ماركيت بونت هكاو ايمان كيفاش خفيه ولا كل يوم؟ هكاو كورت كونتر الكلوب ماني قلت لك خاطرين كانت حكايه تاع ماركي كورت كونتر الكلوب قلت كورت كونتر جينيراسيون 96 و 97 وانا وقتها مالي الا فهمت 99 اكبر مني ب3 سنين وب4 سنين فهمت. يعني كنت كتا يعني كنت كيف بريسك ما نبانش لي انا صغير حتى في اللعب ما كنتش اكون كوارج كبير اما كنت يعني كور مع الاكبر مني نبان يعني ما نبانش لي انا فهمت. صغير وما نعرفش والكل كورنا كنت الكليب كنت ستارق المسعودي اللي هو لعبت ازمه تحية. ايه تحية لعبت ليك تكون حي. لعبت 4 ساعة ولا 4 دراج من بعد سلموا عليه هكا كورنا كنت وفي الاخر قال لي خي من عام قداش انت خاطر راني في الفودو ماتش اللي انا من عام 99 قال لي خي بالرسمي انت من عام 99 ولا دلسوك لهنا في حي تنظام قلت له ليه راني بالرسمي من عام 99 انت تجيب لك مضمون بالظاهر تنجيب لك قال لي باهي قال لي نهار الاثنين تجي للبارك قلت له عليه قال لي باش تجي ترينا في الكلوب ياك من غادي بدات الحكايه مع الكلوب هذايا في 2000 لا لا و 2010 ابقى لي غادي ابقى لي هناك. كيفاش نجمت ترقد ليتها ما نجمتش؟ انا مش نرقد نحضر الدبش بجنبي ونستخيل كيفاش البارك ما خاطر ما مشيتش للبارك بنستخيل فيها كيفاش الحكايه عمرك ما مشيت للبارك ما مشيتش عمري وبنيت انت كلوبيست وقتها ولا شنو ما يا كنتش جماعه؟ مغرب لا انا وقت ما قلت لك ما نتبعش كوره انا قلت لك نمشي فهمت. للظهر نقرا نمشي للمكتب نقرا ونروح نرقد وحتى اللعب في الشارع يعني قليل وين نخرج عادي فل عادي نمشي نقرا ونروح بابا غرام وكان كوره هيك بشوي بشوي قعدت نتخيل كيفاش يعني زعما دوكم يكوروا في الكلوب كيفنا ولا يعيشوا كيفنا ولا يكوروا الكور جاية كيفنا دوكم ولا كيفاش الحكاية كيفاش تمشي الموضوع هيك مشيت وقتها قعدت نترين وترينيت بريود صغيرة وقتها حتى في البريود هذيك ترينيت شهر ونص ولا شهرين خاطر ماني قلت لك ترينا كي مشيت مع ستارك مسعود نترين اكاديمي مش يعني لايكول لا مينيم اكاديمي بحكم صغير والكل فهمت. كاكاديمي في الكلوب تعرف بالفلوس يعني اكاديمي لازمك تخلص بديت شهر شهر ثاني قالوا لي باش تخلص قديش قالوا تلاقين لي في بابا الشهر تجيب لي هكا؟ جيب ليه كنت 20 20 ألف 20 كنت قال لهم بابا انا نجيب فيه ونهز بالسيف تحب نزيد نخلص نخلصكم في الامان وعلى الأمور كانت خلص على قدها في الدار. على قد هكا عادي كيما ناس خير من ناس هكا قال داخل سي طارق المسعود قال لهم باش يترين على حسابي انا العام كامل مدة العام الكل وراه باش يترين على حسابي يعطيه الصح يرحم والدي والله يعطيه هكا الصح قعدت برافو. كملت العام هكاك العام اللي من بعده ماني كنت ترين اكاديمي حتى كي ترينت اكاديمي في الكلوب ترينيت مع 98 الاكبر مني بعام كان يريني فيهم زاد طارق المسعود العام اللي من بعده طلعت معهم ليكول بي العام ليكول بي الاولاني بتاعي كان مع جينيراسيون 98 اكبر مني بعام فهمت. هكا بديت هكاك 98 العام اللي من بعده عاودت عملت عام اخر ليكول بي مي مع نادي يعني رجعت مع الكاتيجوري بتاعي يعني ناتيف 99 اللي هي بتاعي يعني نادي يعني ومن غادي صار شونجمون يعني بديت ترينيت عند سيلوت في المحاسي ومن اتاكون جاي سيلوت في المحاسي رجعني اكسيا هو وبديت بدك تغرمت اي وقتها تغرمت باللاكس تغرمت بالكوره وتغرمت بالكلوب ومن غادي بدات الحكايه ولعبت في استاد ما يعرفوش باش لعبت في استاد هذي. عبت اي ما قلت لك كلهم لعبت في مشيت ترينيت في ستاد ترينيت في الاسبيرانس وترينيت في الكلوب وترينيت في حتى ده كان غرام الوالد انا ما كنتش نتبع من صغير انا عمري هو خمس يحب ست يردك كوارجي بالسيف معناها. هو حلمته هو كان يحب يطلع كوارجي ما وتيتوش فهمتك. حلمته يعني قال ما هوش مغروم بجمعيات هو بابا بابا تقول شكون تحب كورة في جمعية يقول لك تحب جمعية اللي يلعب فيها ولدي 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 هيك هي عارف ما مشيتش هيك معك في ستاد واسبيرانس لا والله ليه مشيت معاي اما قلت مات ظروف ظروف
ما كنتش انا ما كنت قلت كي مشيت للكلوب قعدت ترينيت شهر، الشهر الثاني كنت باش نبطل خاطر ما فهمتك، ما أمور ترونسبور فلوس يعني. وفلوس ما نجمتش. اكثر حاجه ديتش ريت فيها في السطاد ديتش هي دو الغيزه، دوية دولية بتاعو الحمد لله لاباس لاباس الحمد لله. وضع الحمد الانترنت لله. يحطوها العباد الكل، هذيك الحاجه الباهيه بس يا شباب طير التعدى ان شاء الله. اللي بتبيع باذن الله. استدي ازمه انت مفاريش باهي كمل لي بطل المحايسي وبدل لك البوست نتاعك ولا تلعب ديفونسور. وليت نلعب ديفونسور من وقتها تغرمت، من وقتها وليت تغرمت بحاجه اسمها كلوب، تغرمت بالكوره، تغرمت بلونترونور اللي راني اللي هو سلوت في المحاسي ككوارجي كونترونور، وبديت الحكايه اي اكبر من جوستومون، هو لطفي كان كوارج كبير معناها اكيد. شنو الميساج اللي عدهم لك وقتها؟ شنو حاجه قعدت في بالك من كلام قالوا لك حاجه هكا؟ لا فما يعني التو نتذكرها، هو ساعتها مو جاني قال لي روانا وقت اللي كنت صغير، جاني قال لي ايش فيه، قال لي راك انت باش تطلع ديفونسور كبير في الكلوب، قال لي انا جيتك اليوم كلوت في المحاسب باش نقول لك انت باش تطلع ديفونسور كبير في الكلوب. هذاك اقوى مثال قعد يعني قعد لي من عنده، هو في اضعف حالتي انا الوقت وصلت بالطبيعة. انا عندي حتى في الانستغرام بتاعي عندي فيديو بتاعه، هو قالوا في الاحد الرياضي قالوا له يعني شكون اللي تراه باش يطلع ديفونسور وترى فيه روح، قال لهم في اسكندر العبيد وقت انا من با العبيد تعرفني، ما زلت ما طلعتش سينيور يعني، ما زلت جوست ترينر في الكلوب يعني العبيد ما تعرفنيش يعني. هو وقت قال اسكندر العبيد ويرحم والديه يعطيه الصح حبه برشا. اكيد حاجات كما هكا دي تشجعك انت. ضل لي حتى شهاب الليلي شفته اللي كان قال لي كلام باهي زاد. يعطيه الصح يعطيه الصح. بالظبط، انت ظهر لي جربت في الليجند عند 3 مدافعين، المحايسي ومنصف العبيد وبحس بن علي. ما وسعيد فماش السايبي، نفس من هكا. وشكون؟ وسعيد السايبي اللي هو سعيد توا السيد جوان معانا. من هكا بقى. اي يعني كنت كدي حاجه يعني جيت بارازار مي كانت في صالحي انا كديفونسور باش نترين عندي يعني دي ديفونسور بالكارير اللي عملوه هذيك، فادتني برشا الحكايه سورتو. لقيت عندهم لقيت عندهم القبول يعني، بقاو ديما ينصحوني يقولوا لي راك باذن الله عندك كاليتي وباش توصل واخدم على روحك راه تنجم تعمل حاجه كبيره. هذيك الحاجه اللي خلتني يعني قلت لك في وقت الضعف نعمل نخلق بها قوه، اللي ميساج اللي يجوني من عندهم. وانت صغير لعبت في برنابيو فهمني؟ اي هزينا دانون من صغرتنا في الكليوب نكبر عندنا هزينا دانون مع سيلوت فيلم حاسي، جينا مشينا البرنابيو كونا في البرنابيو وزيدان بجنبني تفرج فينا، عمري 11 سنه وقت ما زلت ما كنتش في المترو ركبت في الطياره. كيف قال غادي قلت لي كان بالبارك تلقى في البرنابيو قلت لك ما كنتش بحكم كنت صغير ما كنتش مستوعب الحكايه يعني. انا قلت لك مشينا عادينا الجمعه في اسبانيا ملي صغير، عمري ما بت البر من الدار، انا عمري 11 سنه عمري ما جربت بت البر من الدار، ما نلقى روحي جمعه كامله بعيد على دار نكور ونبكي كلهم راحوا بيا. ايوه طلع على السينيور كيف جيت؟ ما عندك مشكله في كيفاش؟ الكونكشن؟ مانيش نسمع فيك. خد بالي عندك انت مشكله في الكونكشن. الله حلا بارك. تسمع فيها تو؟ اي تو سيبا. بيه قلت لك طلع على السنيور كيفاش جيت؟ طلعت انا قعدت 3 سنين اطلع ونهبط للسنيور، طلعت اول مرة عمري 16 عم سنة قديش تو طلعت كيفاش؟ مع سي محرز بن علي، وقتها كان سي محرز بن علي ادجوان وكرو لونترونور، بحكم سي محرز هو اللي راني في الليجون وقت اللي طلع يعني سينيور يعني، كان هو اللي يجي يتفرج يعني في لي جون ويوصل لي رابور لونترنر سينيور.
وقتها قالوا راه عندك سيار في الكلوب باهي، ماذا بينا نطلعوه سينيور، يعني كان جوست طلوع باش نشم سينيور في الكورس، مس السينيور والكل. طلعت وقتها قلت لك انا عندي مشكله فك في البدايه، في الديبلوم من الاول ديما نبدا درا كيفاش، كنت قلت لك فندم. الو، نسمع فيك. لا مش عندي مشكلة نسمع مع فيك. الاثنين. لا من عندي انا ما مفهميش، خاطر ديجا نقرا في لي كومنتير ودي يمشي فيديو عادي. خلص باهي، حاطط لك قد يطلعني محمد بن علي. يعني قلت لك هو اللي يعني كان يتفرج في الفيجن ويوصي يعمل لي رابور لونترينير سينيور، ومن ضمن يعني في الرابور قالوا راه فما ملاعب صغير هاكي اكسيال، لماذا بينا نطلعوه سينيور الشامبيونات، ضربوا بريسك 12 مليون. ابارامون عندي انا الكونيكسيون صعبة شوية، لا فهذه يا خي مريض. بطلت ورجعت. انت فهذه رجعك مع وين؟ حمودية قبل هكا. هكاك اما زي العام اللي بعده، انا قلت لك وصلت العام هذاك، يعني قلت لك 16 سنه واربع شهور، وقتها قلت لك صار كلي شونجمون هكا في حياتي، نلقى روحي السينيور مع ملعبيه، يعني مناقص صبر خليفه في السينيور. وقتها انا كنت يعني نتفرج فيهم في الجرادان ونعيط ونغني بسماهم، ونلقى روحي نترنى معاهم. عادي 3 شهور هكاك نمشي نترين معاهم نتفرج فيهم هكا ونروح، نمشي نتفرج ماكش ونروح، فاهم شيء. مازال ماني فاهم شيء. قلت لك انا وقتها في طبك اغرامي بالكلوب ونتبع هكا، وكل طرح تلقاني في التيران غادي وقصان وبيرة شيء، هكا روحي نكاوري معاهم كشوك ولا دراكي كيفاه كيك. قعدت نتفرج هكا العام اللي بعده، عاودت هبطي سبور، هبطي سبور عديت عام اسبوار، وكيك قعدت كيك العام اللي بعده تضربت قعدت نضرب ونرجع نضرب ونرجع نضرب ونرجع، وهو عامة الباك هذاك جا مع عامة الباك، لين كاو بطلت قلت ماهيش كيف بلا حكايش العالم مش كيف، بطلت جملة واحدة. قعدت في شو يا أخي الباك الكباب بكل الكباب بيبطل الكورة بطلت. معناها؟ ما وجدت جات ضربة في البريباراسيون، قعدت شهر والجامعة مرتاح، من بعد رجعت نترين من با دو ولا تروا سيونس، نعاود نتضرب نفس الضربة، نعاود نرتاح شهر والجامعة في ليل. صارت لي 5 مرات الحكاية، 5 مرة صاي قلت مش كاتبة، وقعدت في الدار. يعني وقتها اللي دار سي مروان حمودية فيها وسي مصطفى وقتها موجودين، هما يعني اللي صار كونتاكت معاهم وعملوا البريباراتور فيزيك معهم، هما قالوا لازمك ترجع والكل، عملت بريباراسيون في الصيف، ومن بعد عاودت رجعت مع الكلوب، وكي عاودت رجعت صارت مشكلة أخرى وقتها، جات يعني أنا فهمت كونترا وقتها، وجات إدارة جديدة وهيئة جديدة وما صابوليش الكونترا.
شنو المشكلة اللي صارت؟ لازم باش نخرج. قلت لك شنو المشكلة صارت اسكندر؟ المشكلة أنا وقتها في جيت فاند كونترا، يعني بعد ما تدربت وعملت بريباراسيون وعلى أساس باش نرجع للكلوب والكل، بدلت لي دار، يعني كانت هيئة تسييرية وتنحات، جات لي دار جديدة، وأنا وقتها فاند كونترا، يعني الكونترا بتاعي مازال ما تصبش، لآخر نهار في الميركاتو الكونترا بتاعي مش مصبوط. فهمت. الخدمة ديك هزيت ساكي ومشيت، مشيت للترينة في جمعية أخرى. مشيت الجربة بقى. اي هزيت ساكن مشيت نصايف. عندي البحثة. هزيت ساكن مشيت نصايف في جرب هكا، وما في بالهمش، يعني صايف ولا ما عندي كانش في تيست؟ بالي. مشيت نعمل شي تيست، يعني فادلك قلت مشيت نصايف، مشيت نعمل في تيست في جرب، وما في ما فاكوش باي وقت، ما كانش في بالهم الا يعني ما الكاتب العام تاع جربة ميدون كلمهم قال لهم راهو عندنا ملاعب تبعكم انتوما، كيفاه بنحب نحشتنا بيه ونحبوا ناخذوا وقتها باش الكلوب، فيقول لي انا مشيت لجربة، قالوا لي يرجع وارجع باش نصبوا الكونترا نتاعي. كبستهم انا نقول واحد. ليه ولا ليه، ما قلت لك ما عاقل، مانيش نتاع اش نكبس الكلوب، قلت لك اش نكبس. يا ما برشا حاجات ما زلت في الجنوب، برشا حاجات تعداو عليك، ممكن هذا يمكن يخليك حتى اقوى مونتالمون اسكندر. أكيد الموسم هذا يظهر لي هو يقول الديكليك في سنة كما 21 عام، تلقى روحك في اساسي في جمعية كما الكلوب اللي فيها برشا بريسيون. كيفاش تعدي؟ كيفاش تحكم عليه السيزون؟ بالأخير. كيفاش فكيت بلاصتك؟ احكي لنا شوي. والله ميريت الكل مش من طبعي نشكر عبيد، خاطر انا زادت تعبت ويعني وصبرت، اما ميريت الكل يرجع للونترينور، خاطر لونترينور جاي لقاني انا اورليست، الاداره حطتني اورليست على اساس انا باش نخرج، يعني مانيش باش نقعد في الكلوب العام هذاك. تتعب معنا. لونترينور هو اللي عطى فيا، اي لا سي لا سي، هو اللي عطى فيا الثقه، هو اللي قال لي من اول نهار رجعنا فيه قال لي راه وحشتي بيك واكبس روحك باش تفك بلاصتك، وانا مشيت بكلام أكيد بلاستي، يعني أما هو يعني اللي ما يجي يعرفك هو من قبل ولا شافك في الانترينمون ولا كيفاش بالضبط؟ قلت لك اسكندر يعرفك هو قبل ولا شافك في الانترينمون ولا كيفاش بالضبط؟ كيفيه؟ قلت لك اسعد يعرفك من قبل ولا شافك في الانترينمون ولا كيفاش بالضبط؟ هو موكي جاسي لسعد كان السي سعيد السابي ادجوان معاه، السي سعيد السابي ديجا راناني، انا قلت لك قبيله راناني في ليجان في الكلوب افريكا، راناني عبد جونيور نتاعي في الكلوب، وبارسا يعني هو كي جا ديجا انا قبل السيزون اللي قبلها لعبت مع الشباب الليل. فهمت. المشكله صارت من بعد كي جا لونترنور اللي بعت سي شهاب نحاني من ليست، نحاني من الكيب سينيور، هبط هو يعني وقال لك كي كلام جا خارج انا ظهر لي بطل زاد، سبورت. ها؟ ها؟ قال لك كلام خارج ظهر لي زاد زفونكا يطيح المولى. والله ما يتيحش مورالي الحق، عندي ثقة في روحي. شو قال لك بالضبط اسكندر هو؟ والله قال لي لعبك ما تلعبش بيه عندي، قال لي ما عندي بالتيري وما عنديش تاكسيا لان خارج كورا لوت، قال لي انا نلعب بالجو ديريكت، انت ما تنجمش تكون عندي في الجروب، قلت له ما نجمش يعني دبر راسك شو نعمل يعني. تحسك دمك بارد على قال لي الاخر تي في لو معناها. ستاغ و انترينمون، قال لي تي في لو ستاغ و انترينمون، قال لي تي دريبل بوكو، قال لي نيميرو 10، قال لي عيط لي نيميرو 10 شو نعمل عادي. وكارتيك من الجروب تدخل في الاكسبيريانس نحاك من الجروب معناها. هاي هبط لي سبور. باهي ظهرني فما مدافعين كبار في الكليب، كيفاش فك كيفاش ضبط فك بلاستيك؟
يا بس حسين الكونكسيون عملتها معانا اليوم. ما نعرفش من عندي ولا من عندي. ولا من يعرف حتى. وفي عادي يعني، بار اني قلت لك، ما قلت لك قعدت برشا نطلع ونهبط سينيور، نطلع ونهبط نطلع ونهبط، لانه وصلت لسرتان ما قلت صاي يعني، ما عاش فيها يعني صحيح. فما دي ديفونسور كبار مي انا زاده يعني، راهو عندي في ساقي اللي خليني يكون كبير برشا زاده، ذاك على من وقتها قلت لك يعني، ما قعدتش نخزر لشكون معايا، قعدت نخزر لي انا وللبلاصه اللي تستنى فيا. الجوع بين اي فتره ما يتعب شويه مأمورية ولا فريق اكيد بلاد مع سكر الحل. ليه الحاجة باهي في الأكس هي الزوز، الأكس نلعب بزوز في الأكس، نجم نلعب اي فما الجديد يقولوا كيشاوي ما اعرفش كيفاش؟ فما الجديد فما برشا من اللاعبين الاخرين معناها، انت شكون تروح معناها اكثر معناها تمشي في الاكس اي بالطبيعة دي تنجح البلوك معك الكام يعني، كيفاش؟ اي بالطبيعة لو مع لونتونور بتاعنا يعني، ما يعني اللي يستحق في الاخر مش يلعب يعني مش يلعب، تونا بورت لسن ولا يعني كيما ينجم بلال يعني، ترى اسير تمام ما يعني ما عادش موجود معانا جملة في الجروب، خدم ورجع يلسوفي يعني تلقاه باش يستحق يلعب يلعب، وديجا الماتش الاخراني لعبت انا وياه في الاكس ما تقلقش الحكاية. بدي اسمع القادر خلينا نحاول نبدل البلاصه هذيك شي مني يعني. اوكي داكور دابا بتستناك. إن شاء الله تكون هكا خير. تسمع فيها إن شاء الله. بدأوا يحكي عليك في الكيب، حتى في الكيب إيه نسمع ناسيونال فيك. كان بعض الشعبات إن شاء الله ليش ليه يعني أوبجيكتيف هذا يعني. تشوف صبر روحك وخير عندك وإن شاء الله بلاصة. تجي. نشوف روحي عندي بلاصة في البلايص الكل. قولي الريال نقول لك نشوف روحي يعني نهار آخر غادي يعني تونا بورت لسن ولا الحاج فايدة في الخدمة والصبر وكذا. سأل شي كونتاكت مع ستاف تكنيك حاجة هيك، كيفاش؟ سأل شي كونتاكت مع ستاف تكنيك متاع ليكيب ناسيونال ولا حاجة هيك. اي صار سكي يصير انه صار مي يلا كنت يعني حكيت المنتخب المحلي يعني من بعد اللي تبع ليكيب اولمبيك، لعب في ليكيب اولمبيك كان على اساس الشان باش يتلعب يعني، كنت ان شاء الله نورمالمون نكون موجود وقتها غادي، والله غالب اجل الشان وما فهمش يعني سي بون تنحات ان شاء الله تو في الاستاج جايين مع ليكيب ناسيونال نخدموا سوكي سور انه اذا نستحق ويراني نستحق مش نكون موجود. كلمك منذ القبيل ولا عادل سليم؟ لا ما صارش كونتاكت معنا احنا يعني، ما صارش كونتاكت مع جواري الديريكت يعني، فما اداره وفما ستاف تكنيك قبل يعني. فهمتك. باهي، شنو طموحاتك اسكندر؟ كاين برشا من لاعبين تو يمشيوا للخليج والسعودية يلوجوا على فلوس، وإلا عندك طموحات تاخذها في أوروبا وتعمل اسم وكارير؟ حتى اللي يلعبوا في الخليج يعملوا كارير واسم راهو. لا ما لا لا مش كيف خويا، مش كيف. أنت مثلا فما الطلب قارن كان المسيرة اللي عملها محمد صلاح تو رياض محرز، كان برشا من لاعبين الاخرين يلعبوا في الخليج. يعني تشافي ولعب في الخليج، تشافي لعب سميت مشى مثلا اخر كارير، مشى يكمل الكورة. ايه يعني مفيد لعب يعني لعب في الخليج، ما نقعدوش نخزر الخليج كوتي فلوس كا، وخاطر حتى ككرة يعني بعدوا علينا برشا، داك علاش يعني حتى يعني ما شوف ما جوريت احنا ما احنا ما ما نجموش نقارنوهمش بينا، يلعب. نقارنوهم بأوروبا، نقارنوهم بأوروبا يا اسكندر، ما نقارنوهمش بينا احنا. كي نقارنوا بين احنا من تونس باش نمشيو لبلاصه اخرى يعني، نقارنوا بين تونس واحنا يعني، انا كي باش نمشي من تونس باش نمشي لبلاصه ما خير من تونس، فهمت كيفاش؟ كي بيحب انسان يعني يقدم باش يمشي لبلاصه ما خير،
باش تجي اي حاجه مرحبا بيه يعني. اي واحد انا كديفونسور يعني ديما حلمتي باش نكاو في ايطاليا يعني، كاي ديفونسور في الدنيا هي اللي يتمنى يلعب في ايطاليا. ذاك اي خويا تقول لي حلمتي ايطاليا نسمع كمر، انت صدمتني كي قلت لي نمشي للخليج وما عرفش شنو. خويا تقول لي قلتلكش ايطاليا نمشي يعني. لا انا ما قلتلكش نمشي، قلتلك شبيه الخليج يعني، ما فهمش يعني الناس تغزر الخليج بكوتي فلوسكا نعطيك ايه. نعطيك انا شنو نشوف خويا، ماهوش هذا بالخليج. انت كي تمشي له من اوروبا فان كارير، السوم اللي باش تاخذه وانت جاي من اوروبا خلينا اكثر من اللي باش تاخذه وانت جاي من تونس، معناتها مش هذا ليش بتوا من بعد باش نجي. ك 21 سنة ماكش باش تخمم في الفلوس، طب باش تخمم في كارير وباش تخمم في اسم. عمرك 21 سنة ماكش باش جوستومون تخمم في الفلوس. مي جوستومون جوست نحب العباد تفهم اللي الخليج ماهوش فلوس كهو، الخليج هذا فيه كورة غادي، مش يقعدوا في الدار ويخلصوا زي ده غادي اسمعني، كهو. بخلاف السعودية، بخلاف السعودية الباقي الكل ما الخليج فيهمش كورة. سعودية كهو، الخليج سعودية كهو، ما ايه فماش يعني ما فماش بلاد أخرى غير كورة بار سعودية كهو. باش كون في تونس الديفونسوريات ولا وفي تونس ولا عامل اللي يعجبوك في تونس في تونس وفي العالم؟ اي بريود هذه في تونس اي ان معلم صح. نعجب روحي بار. بيه وانت ولد فيلاج كما كنت تحكي، كنت تمشي قبل الاستاد وتشجع، نهائي كنت ظهرني هذا الشيء اللي خلاك تدخل فيه على قلوب الجمهور. نهائي نجم تقول، نجم تقول بي إلا واحد منهم في وقت ما كنت معاهم. في التعامل معك في الشارع كي يعرضوك شنو يحكوا معك؟ برشا محب هذيك الحاجة اللي تصبرك يعني، حتى في الظروف اللي تعيش فيها في الكليب الكل يعني، كي ترى العباد كيفاش تحب جمعيتها أو كيفاش تحبك أنت يعني تنسى كل شيء يعني. بدي فما سؤال من بيك نشوف فيه تعارف في الكومنتات، شنو سامع مع التكون بتاع الجي اس كا يقولوا لك؟ في جيسكا صار شيء مونك دو بروفيشناليزم وكذا. ده تعرف انت تعرف انت نتمنى واحد ولا حاجة هيك كيفاش؟ لا فما واحد ما نتذكرش تاع كونغر ديفونسور، فما واحد منهم تعارك معايا يعني. وشنو علاش علاش العركة؟ والله ما انا هذيك الكورة يعني، الكورة يعني عادي قويت عليه في كونتاكت، راه هو ممكن ريسبي ولا كيفاش خاصة، هو يعني حب يرد الفعل قدام الجمهور بتاع جمعيته وكهو باش ما يتسبش وكهو خاطر ما بقاش عادي. بي وانت بتاعك في عند اسكندر في اللاكس ولا على اليمين؟ شفتك مع الماتش بتاع الكبيرسون الاولمبيك لعبت على اليمين. اي انا من صغرتي نلعب اكسيال ونلعب بيفو ونلعب ريو دروا ونلعب حتى رير جوش، نلعب سقاي زوز تلعب باليسار زي ده. نلعب باليسار، هذاك علاش حتى كي نلعب اكسيال جوش ما نلقاش مشكل يعني. فهمت. وين هي البوست اللي تحبها انت؟ البوست نحب هنا اي انا نحب رير دروا، بالحق نرى روح كاري كاري دروا خير. فهمت. ماتش كيف بس من الأولمبيك عملت ماتش بيه على الجوازة. ليو روتور مش كده لعبت فرجت، كان في ماتش روتور في تونس حتى في صحيح. الأهلي يعني، هذاك اللي ستاف تكنيك ما كانش يعرفني انا وقت خاطر ميم با لعب دو ماتش مع ليكيب سينيور، عيطوا لي قالوا لي باش تلعب اريو دروا خاطر ما عنديش اريو دروا، قلت لهم نلعب يعني، لعبت الماتش الأهلي على اساس باش يشوفوني اسكو نجم نلعب ولا لا يعني، خاطر ما عملتش معاهم بريباراسيون يعني. الجروب اللي كانت موجوده غادي كانت عندها عام بريسك يحضروا مع بعض، صحيح. لان في العام ما كنتش موجود يعني، كنت تراني سبور من با يعرفوني يعني. وانت اصغر منهم ديجا ديجا. اي انا بريسك اصغر واحد في الجروب هذيك، اصغر واحد في اللي لعبوا انا وقت اصغر واحد. عكست وقتها ما حبش تجي كاليفيكاسيون. تشوف ضيعنا برشا في من الالي، ضيعناه الماتش في الالي، كنا نجم نخرج رابحين وقتها. بيك السنيور نتاع الكليوب مش كل اللاعبين اللي عاونوك. برشا 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 من العباية ما نجمش نسميه خاطر باش ننسى الحاجة الباهية في الكلوب يعني، اللي كان فما جروب يعني، عندنا برشا صغار مزاد عندنا برشا من العباية كبار يعني، كبار مش حتى في العمر يعني، في أكثر نفس واحد العمر. أكثر واحد هكا يشجعك وكلمة باهية ودز معاك ودخلك في الجروب صابر صابر خليفة. صابر صابر بحكم يعني، انا ما قلت لك في الانترينمون بنقسموا دو جروب ديما، صابر عادة معانا 6 شهور يعني ما يكورش ديما يعني، الادفيرسير ديريكت نتاعي في اللونترين ما هو صابر يعني، انا نلعب ديفونسور الجمعيه اللي ضدي فيها صابر اتاكو
يعني كان في كل سيونس دونترينمون نحكي، كل سيونس دونترينمون يعلمني يعمل لك يعمل لك، وساعات يقول لي شوش باش نعمل لك ولازمك تتعلم تلقى حل، يقول لي باش ندخلك بعضك تلقى حل، نبداو نترينيو يعني انا دوب ما نمس الكره نلقاه جيني يجري، يعني يقول لي لازمك تتصرف الماتش مش باش يسيبك، يعني هذيك الحاجه اللي خلتني نعمل مارش دو بروغريسيون باهي يعطي في الصح. السيزون، يعاوني برشا. وفي الشبان تو تشوفهم انت مازال ما طلعوش السينيور، اكيد تعرف برشا. شكون اللاعب هيك تشوفه قادر يفيد الكلوب في السينيور؟ والله برشا الحاجة الباهية في الكلوب إن عنا برشا، عنا بيبينير كبير في الكلوب، مي العباد مش قاعدة تخزر له بالفاصون الباهي، يعني مثلا أنا تو موجودين أنا ولا خليل ولا آدم ولا ولا أحمد العبيدي الجارديان، يعني كان ما جاتش الخطايا وكان ما جاتش الحكايه هذيك ممكن برشا ما كناش نطلعوا السينيور وما صحيح نشافوش يعني. صحيح ويعني صار تما ما انا وقت نكار في الكلوب ريت شكون من المسؤولين، يعني يقولوا ما عندناش صغار في الكلوب وما عندناش دي جون في الكلوب، وقت هنا في الكلوب ورا روح نجم نلعب سينيور وبرشا كيفي راهم ينجموا يلعبوا سينيور، يعني ما كانش الحكايه سهله، كي خدينا فرصتنا وطلعنا، ويعني مني انا ولا خليل ولا ادم حتى ساعات كي نحكي لهم الاولاد نقولوا راه احنا باش نعملوا كارير لينا احنا، مي زاد احنا لازم نسهلوا الحكايه على عجيب. الجينيراسيون اللي بعدنا، يعني احنا باش نحلوا البيبان للعباد اللي بعدنا، يعني كان احنا باش ننجحوا باش نخليه بلاصه للعباد اللي بعدنا، مش تجي خاطر احنا باش نلعبوا باش نلعب باسم شبان النادي الافريقي، يعني كان احنا باش ننجحوا راه فما برشا عباد اخرين ورانا باش تنجح، هذاك علاش كانت فما موتيفاسيون باهيه باش نعملوا باركور باهي. اي سمي لي اسم شكون تشوفه هكا قادر يفيد في السينيور؟ فما برشا رجعت متفرجت في الكوب داراب، فما احمد العبيدي الجارديان، فما امين صغاده رير جوش، فما يعني فما انا ما ننسى اسامي الحق ما نشدش في اسامي، اما فما برشا فما برشا حتى بار من هذوكم، فما الجينيراسيون اللي اصغر طلعوا صير تما ما طلعوا معنا جماعه من 2002 2003 يعني ترينيو معنا سينيور، ورينا في لونترينمون يعني ككاليتي موجوده، كاليتي تقعد يعني ديما اكسبيريونس افهم لاعبين الكلوب بالطبيعه، الكلوب من وقتاش الكلوب عملت البارميراس نتاعها الكل بولادها، عمرها الكلوب يعني ما كانت جمعيه كبيره يعني تشري جوهرات، يعني كانوا من ولادها هذوك هم اللي يطلعوا يهزوا يضربوا الكلوب يعني من اول الدنيا. انت ماتش ما زنبي كنت حاضر ولا لا؟ عليه طب نجاوزو الموضوع، لا بحق كنت حاضر ولا لا؟ عارف الماتش هذاك ولا لا؟ ما نحن السؤال شنو صار؟ خاطرش معناتها نحسوا كان فما حاجه صارت معناها، وديجا صارت بوليميك بعد على كان شفت الرجاء عملت بوليميك اللي ما حبش يدخل الفيستير، وجوار كان يلعب في مازنبي ولا يلعب مع الرجاء، ما عرفت سمعت بها الحكايه ولا لا، قال له ما تمشوش الفيستير عاملين لكم ما نعرفش، تحس فما حاجه مش نورمال الماتش هذاك ولا؟ الحاجة اللي حسيتها وقتها إني ما حسيت بحتى حاجة الحق، يعني كنت مصدوم يعني في شوك، يعني ما نعرف شيء ما فهمت شيء، قاعد أنا وقتها كنت مضروب الطرح اللي قبل طرح مازيمبي، لعبنا طرح كوك في صفاقس كونتر الأهلي صفاقسي، لعبت أنا تيتولور خاطر وقتها كان بيلال مضروب، لعبت أنا تيتولور تضربت أنا في آخر ماتش، يعني كان فم بوسيبيليتي باش أنا نلعب طرح مازيمبي خاطر بلال ديجا بلال طرح هذاك لعب بالزريرق، يعني مضروب بلال ومالجري مضروب لعب، فهمت. انا وقتك كي تضربت يعني تورس في الجوفي من با نجم نمشي، لونترينور قال لي ماذا بيا تقعد مع الجروب وماذا بيا نهزك، يعني جوست باش تقعد مع الجروب وكسوليدير نكون جروب كامل باش نمشي مع بعض من جروب كامل، مشينا غادي يعني ما نعرفش حاجه ماذا بيا تتفسخ، يعني تفسخ يعني عرفت نساها ما نحبش يعني جوست نخم فيها حتى باش نخم ماذا بيا ليه على ذاك قلت يتعدى يا عدي باهي ناخذ بخاطرك خويا، باهي مازال عندي كويز باش نعملها معاك، أما قبل هذا ناخذ شوية من الكاستيونات اللي بعثوهم للعباد سكنت. تفضل. باهي تعرف أكثر سؤال تعاود شنو هو؟ عندك شكون في حياتك ولا ما عندكش؟ خويا المعجبات بزايد، ها فما شكون؟ بالمبروك وئام أون كوبل وإلا لا؟ شكون آخر؟ كي حاسيلو أكثر سؤال تعاود هذا، هاي جاوبه نسيتي. ونجاوبوا احنا ولا ايه؟ اي بالطبيعة جاوب اي. ليه مازال مش وقت. زاد صغيرة. مش بالعمر هي الحكاية. قلت لي مش وقته، ما وقت ايش وقته؟ كي مش بالعمر. وقت يسهل ربي. بي جاوبتك لا 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 اي انا جيت قلت لكم مش وقت وكذا. فهمتك باش ما تغضب حتى حد قول.
انا فهمتك حسين، هو كابيناتنا. اشرف يقول لك شنو طموحك في الكوره؟ طموحي في الكرة نعمل حاجة ما عملها حتى التونسي آخر في الكرة، اللي هي اللي هي كديفونسور أقوى كارير عتصار كعامله جوار تونسي فورمي في تونس هو عبد النور. حاتم ترابلسي اكس نحكي على اللي حضرته أنا، ما حضرتش حاتم ترابلسي الحمد بالحق. لله، اما حاتم بحبه برشا ترابلسي، إنسان اما يعني حاتم نعرفه ترابلسي عمل ابداع مع جاكس في الشامبيونز ليج. أنا ما حضرتش عليه، نحكي اي علي أنا عايش فهمت معاه اي صحيح، ما في تعود عبد من النور كارير أقوى عبد النور كارير. نحلم نعمل ما خير، أنا كي تونس يعني أنا ان شاء الله اخوي على هضرحلك خير. كتوانسة، كتوانسة اللي كارير في لو نيفو عملوا الكل ديفونسارات، عبد النور حاتم ترابلسي يعني الكل كلهم ديفونسارات يعني، راه في الأوروب ما ينجحوا كان الديفونسور اللي تونسيان، صحيح صحيح. لذلك حاول نحلم أنا زادة نعمل حاجة به نعمل ما بيه خير بإذن الله. يمن الزلفيني، تعرفوا الانترنور يا رنين وين رانيك؟ رنين في ستار بيه يسألك، قالك المدرب منصف العبيد الله يرحمه شنو المفعل؟ حاجة خلتني نتعلم الكرة، الإنسان اللي علمني الكرة واللي خلاني نحب الكرة الله يرحمه توجه بالرحمة، خاطر إنسان نحبه برشا. الله يرحمه. بيه عزيز البرهوم يقول لك شكون احسن لاعب في الكلوب تاعو؟ الكلنا باهي اي سمي له اسم ما سيتش. الكلنا ولا الكلنا باهي، كل واحد قاعد يعادي في سيزون باهية باللي ينجم هو. بيه لاعب تظلم في الكلوب السيزون هذا؟ سيزون هذي اي اكيد لك ما فهم حتى ملعب بتظلم السيزون هذي. نعطيك رايي انا، في احسن جوية في الكلوب السنة انا نقول انت، وقلت لك طبعا الكلام هذا، فما وسام يحيى اللي عادي يعدي في سيزون باهي. وبالنسبه للملاعب اللي تظلم السنة، وجدي السيح لي اول سيزون مي توا قاعد ياخذ فرصته ورا جوي يتحقق. وجدي كان معانا اول العام، اول عام ما كانش يلعب، لكن يلعب يعني ما كانش لعب يلعب، طرح كبير ولعب طرح الشاب. كان يلعب منوب الحداد وبلال الخفيفي، كان يلعب اكثر منه وياسين الشماخي، ما هو ما كانش يلعب برشا. فرص الدنيا فرص الحكاية. صحيح. فيه خلينا نكمل السؤالات. يونس عبيشو قال لك فما عروض أوروبية ولا لا؟ بالله دقيقة بركة دقيقة بركة، فما إنسان يعز علي طو. اسمه حمى بقى أحسن فوتوغراف عندك، حمى بقى هاك فولوي على انستغرام، معلم معلم هذاك بعث لي انا مع مساج قال لي اعمل لي بيبا قبل ما يبدا قبل ما يبدا لا قال لي اعمل لي بيبا هاك حمى. دي توا حافلة كتفهمية تفرج محمد في النوارة، مع حياتي كل في استاد عمره ما عمل لي تصوير يا محمد. بالمعارف يصور يا ايه ولدي. بس اسمعني، قال لك يونس عبيشو فما عروض أوروبية ولا؟ ان شاء الله ربي سهل ان شاء الله ان شاء الله فما ولا فماش؟ ان شاء الله كل شيء خلي كل شيء بتتنبؤ ان شاء الله ربي سهل. توا فما ولا طول فماش؟ بريوريتي للكلوب، طول بريوريتي للكلوب انا عدنان بس ماليش العلوي، حاجه. عدنان العلوي قال لك بالحق كنت ولد فيراج، جاوبنا عليه السؤال هذايا. ياسين الجويني معانا من القناة برشا جرحة، يشكر فيه قال لك برشا جرحة وبرشا قلب. حسام العرفاوي وقتاش يعيطوا لك الكيب ناسيونال؟ كيف كيف حكينا عليه. كي ترجع الكورة خطر باهي تنسى فارس يقول لك كنت ليدير مانيش فوتيك صرا الحاجة اللي عشتها باش نحكي فيها من فوق بورتوت، تغرمت بحاجة عديتها كغرام كإنسان كيكة يعيش كيكة يعني، تعلمتها كمونتاليتي صحيحة، تعلمت من عند عباد باهيين وعباد كبار وصحاح يعني الموضوع ما يتحكيش لهنا يعني، الموضوع بالحق. بوجيجي شوية ما تحبش تقول الجروب نتاعك شكون؟ ما نحكيوش فيه المواضيع هذه في الحال، نحكي معاك كملاعب جوار في الكلوب افريكان تاعنا هنا. اسكندر يخمم تخرج من الكلوب السيزون الجاية. كيفاه؟ اسكندر قال لك تخمم تخرج من الكلوب السيزون الجاية ولا؟ بالطبيعة مئوية باش تقايد اسمي في تاريخ الكلوب، انا مش كون انا نلعب في المئوية ونلعب بطرح باش تقايد في المئوية نتاع الكلوب، هذاك علاش قبيلة قلت لك بريوريتي للكلوب تاعك. اي خاطر هو فهمت بالغلط السؤال، قال لك تخمم تخرج ولا لا لا
كان عندك خوك يلعب يمشي للستاد، ولا عندك تو خوك بزي مشي للستاد؟ ايوه، علاش شريف قال لك علاش خوك مشي للستاد؟ ولا ما سمعتك؟ علاش خوك مشي للستاد؟ خاطر خرج من الكلوب. ما لقاش فرصته في الكلوب ولا كيفاش؟ ما لقاش فرصته، ما لقاش وقت، ما يلا غالبك. أمان من الأول حبيت بيم. يوقف الكلوب، وين اللي هزيت الكلوب؟ قد عمره هو كانزو ما عندوش 3 أيام اللي عمل 15 سنة. بلاي السؤال هذا قاعد داو يجي برشا في الكومنتات، قال لك ايش قال في كازو الشافاري. شنو هو السؤال؟ كازو الشافاري قال لك ملاعب، شنو هو بالضبط ايش قولك فيه؟ شكون اللاعب؟ شافاريا، شافاريا كارلوس من نيكاراغوا. عادي يعني، مش خايف يعني، نجم لو كان يستحق باش يلعب باش يلعب، ينجم يكون. ينجم معطي، مش خايب كما تقال معناها. مش نيا معناتها مش خايب، ينجم يفك بلاصتو معناها. لو كان ينجم يفك بلاصتو، سيكو يصير باش يفك بلاصتو باش يلعب يعني، ما فماش يعني انت حاجة. شنو تشوف، ينجم ولا ينجمش؟ انا ما نشوفش يعني، انا الانترونور هو اللي يشوف كان ينجم ولا ما ينجمش. احنا جيست في الكلوب جمهورنا بالاخص عنده الفاز هذه بتاع انه يكبر ملاعبيه، مازالوا يعني مازالوا جدد في الكلوب، انه ترى ملاعب جديد هكا الناس الكل تحكي عليه هكا، واحنا احنا زاد عندنا 6 شهور و8 شهور نكوروا كهو يعني، نتلاقوا باللي عندنا قبل ما نغزل يعني ملاعبين اخرين. أسامة يقول لك شنو جمعيتك في أوروبا؟ سمعتني اسكندر؟ لا ولا ليه ما سمعتكش؟ أسامة قال لك شنو جمعيتك في أوروبا؟ حب الميل، انا ميلانيست. قصي كسيكسي، شنو الهدف عام السنة بعد الخروج من الكأس؟ كان رجعت الشامبيونات. مازلنا نلعب ومازال فما باركور كبير في الشامبيونال، اللي بنحب نوصل احسن كلاسمون نجمو نوصلو له. سامح، كان تجيك فرصة تلعب في كيب أخرى في تونس بخلاف الكلوب، شكون اللي كيف عارفه؟ فماش في الكلوب في تونس غير الكلوب هو ديجا. فماش باهي آدم، ربي ان شاء الله لو نغطس كان في الكلوب وان شاء الله نعمل. باهي آدم يقول لك لو كان يجيك عرض من عند ترجي يخدم مصلحتك من جميع النواحي تمشي ولا لا؟ ما عندي شكون اسبيرونس أكيد لك، ما نعجبهمش، ما عيطوليش، قلت ما علاش تصيرش. علاش ما نعرفش. أه؟ علاش علاش ما نعرفش، معليش باش تصير يعني في الكلوب. بي اماني تقول لك علاش تلعب من نمرة 3؟ نربرز في حاجة باهية صاير عندي في حياتي، اللي هي جو ريبريزونت كيلك شوز اللي نحبها برشا. اه اللي هي شنو هي؟ اللي هي ما اللي هي ما نجمش نحكي عليها في ال... في ال... مش بوتيكس، لكن ما نجمش نحكي عليها لهنا يعني. يعني قلت باهي، أي نعمل خليها الكويز كيك من ونكمل يومين. بها. لو كان شكون نمرة تشوفه ثلاثة أحسن ممكن لاعب؟ يتعاود 0-3 في الكومنتير من اللوت. دي دير الزيوت الوام هذا. 0-3 قاعد يتعاود في الكومنتير. فهمت فهمت تو سي بون. نجيب نجيب زو باهي، شكون تشوفه فما أحسن تقول لاعب قال لك تونسي نحب تو؟ يعرس بثلاث. ايش بيك صح؟ شنو يقول؟ شنو قال وانا ما شنو؟ نعرف بامرة. قال شنو لي قال نحب مقماطوط؟ يعرس بثلاثة. باهي، نكملوا بالكويز.
ما شاء الله 300 تفرج، ما توقعتش باش كم يكون النومبر هكا بصراحة. ربي ومحبة الناس. هكا هو. بيه شكون أحسن لاعب تونسي توا؟ أحسن لاعب تونسي موجود ولا في التاريخ ولا كيف؟ موجود توا توا. نين بيه شكون يلعب في أحسن لاعب البطولة في تاريخ، الحالية؟ نين أحسن لاعب؟ أحسن لاعب في تاريخ تونس، شكون أحسن لاعب فيه؟ في في تاريخ تاريخ تونس؟ تونس؟ والله برشا برشا، تميم، معقيد، طارق دياب، جينا رسالة قديمة، دوك مينا ما خلطتش عليهم بارز. هم برشا لاعبين، يعني برشا لاعبين في تونس. ملاعب تشوفه قادر ينجح في أوروبا باش تقول لي أنا؟ هي علاش مانيش قادر انا؟ لا قادر، مع وليدي احترفتك سي بون. شكون أقرب لاعب والله ليك؟ ما بعرف في الكلوب اون جينيرال. في ملعبية الكلوب الحق اللي كنا نعرف مقرب لي برشا الحق، بريسك لي جون الكل قرب لي بعضنا في الكلوب برشا فمش يعني واحد الكل معين. بريسك. لا لا ما فماش، كلنا جايين مع بعض. شكون أحسن مدرب دربت عنده؟ كلود في لمحاش في ليجو ومدرب عنده فضل عليك؟ توا في السينيور اون جينيرال. مهدي سيفي، علاش؟ خاطر هو اللي طلعني سينيور ولعبني أول طرح سينيور في حياتي في كارير. ماتش ما تنساش. ماتش ما أول ديربي بونتو ما تنساش. كيفاه؟ بونتو ما تنساش. ما زلت ما ماركيتش. تاكن ماركيت تنشوف نفسه ولا ما حتى نسيتش؟ في اليجون معناها. لا في ليجون كنت نماركي، انا عمري ككاديا في الكلوب خرجت انا بيتور في الجروب ماركي 12 بونتو. براسة. هو تو في السنيور اي ماركي براس، هو تو في السنيور مازال الله غالب مازال ما ودش. أحلى بونتو سجلته في اليجون. انا شفت كوفران قريب من نص التيران هذا. هاي ذيك كونتر المرسى في البارك، اما ليه فما بونتو في الديربي في بارك اسبيرون، ذاك احسن بونتو. كيفيه؟ بونتو لعب ماركيتو في الديربي في بارك اي اسبيرون، هذاك كيفيه هو البونتو؟ احسن بونتو. سونتراج كورنير بالراس، بالراس البر من 6 متر قرصها بالجارديان، فهمت. كتب باش كون جارديان اقرب جمعية ليك بعد الكلوب؟ بعد الكلوب فماش، اما احسن جمعية تعجبني في الاوروبا الميلان في تونس مفماش جمعية هيك تحن لها شوية والحي حي تضام. مامتي حي تضام نحللها برشا. ب حاجة نحللها فيك ما برشا تعجبك؟ انه كل شيء فيا يعجبني. متواضع خويا على الاخر. عادي يعني. شكون أحسن جوار في العالم؟ اتاكون ولا ديفونسور؟ كيما تحب. راموس. أحسن مدرب في العالم؟ جوارديولا. أه شكون